النهارده اخر يوم في فيلم انت حبيبي وبس. الفيلم بيشارك فيه عدد كبير من النجوم، وبيرجع بيه المخرج احمد البدري للسينما بعد غياب سنتين. بعد سنتين 17 و18 نفس الروح بتاعت الاستاذ احمد طبعا، ما اقدرش يعني اخرج عن نطاقها يعني، انما التناول بشكل مختلف عن السابق يعني الحمد لله. المستعراض دي كوميدي دم خفيف، ربنا يسهل ويكتب لنا فيه النجاح باذن الله يعني. فيلم تجاري يعجب الناس، فيلم خفيف لايت كوميدي كده جميل، بومبونة صغيرة يعني كده، بحيث ان فيلم حلو يعني. وكشفت لنا سوفينار عن شخصيتها في الفيلم. اسمها كيتي، تمام. طبعا دور بطولة، برقص وبمثل. انا وبوسي بنحب نفس الشخص، انه هو محمود ليسي. عمي يا جمال كباش الأقمال ده أنا فوق كتاف جبال. وسألنا الليسي عن قصة الفيلم ودوره في العمل. سيكو بيشتغل مطرب بس مشهور قوي. جدي الله يرحمه وجدها عمل وصية ان احنا ما حدش يستلم الفلوس دي الا ما ناخد منهم كام، الا ما يتجوزوا ياخد الوصية 5 مليون جنيه. فانا ابويا طمعان وهو ومرات ابويا ومامتها طمعانة هي وابوها، فبيجوزونا البعض فبنحب بعض بقى. وبيقدم في الفيلم عدد كبير من الاغنيات. الفيلم ده فيه بتاع 9 اغاني، انا وبوسي مغنيين غنوه اسمها اسيبك ما تهونش عليا، ومغنيين غنوه، انا مغني غنوه اسمها عم يا جمال انا وسوفينار، وغنوه تانيه اسمها فيلم سيما. فيلم سيما سيما ناس لا ايما ايما اللي عينه منا واللي منوت واللي عينه عينه جات لي بينا بينا. ويا ترى الفيلم بطولته ولا بطوله الفنان محمد ثروت؟ بطوله استاذ محمد ثروت ومحمود الليسي، ما اقدرش اقول غير كده. الحمد لله رب العالمين، هو احنا عاملينه الفيلم بطولته انا بس، انا ما ينفعش اقول لمحمد تبقى كده، ان محمد طبعا نجم كبير هو، بس يعني مين الفيلم مبني عليا انا وبوسي.